نروح لوزارة الصحة واستعدادها لموسم الحج. الوزارة أعلنت عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج ابتداء من أول أيام عملها امبارح ولحد النهاردة، استقبلت حوالي 131 حالة مرضية تم الكشف عليها وكمان صرف العلاج اللازم ليهم، من بينهم 42 حالة مرضية في مكة المكرمة و89 حالة ما كانوا موجودين في المدينة المنورة، بالإضافة لحالتين تم تحويلهم لمستشفى النور في مكة المكرمة والملك فهد اللي موجودة في المدينة المنورة، ده طبعا علشان تلقي العلاج اللازم ليهم. من ناحية تانية، السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري من النهاردة لحد يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله علشان تسهيل عبور حجاج قطاع غزة واللي بيبلغ عددهم أكتر من 3000 حاج من معبر رفح البري لميناء القاهرة الجوي علشان يسافروا بأمان الله للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. لليوم الرابع على التوالي يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مبنى الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولية، وذلك بعد أن بدأت رحلات فجر الأربعاء الماضي بسفر 1550 حجا على متن 9 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران. كما سيرت الشركة اليوم السبت 17 رحلة جوية لنقل 3675 حجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الإسماعيلية وقرعة أسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالي، ليصل إجمالي رحلات يومي الجمعة والسبت 36 رحلة جوية تنقل 7835 حاجا. كما بدأت اليوم أيضا أولى رحلات الحج البري لنقل 12000 حاج إلى الأراضي المقدسة، وأن هناك تنسيقا تاما مع إدارات الموانئ والجوازات بمعبر الأردن وجمارك نويبع لتفويج 16 أتوبيس سياحي قل 680 حجا بشكل منتظم عبر 3 رحلات يومية مكثفة وحتى 13 من أغسطس الجاري، على أن تبدأ غدا الأحد أولى رحلات الحج السياحية، وأن أولى رحلات عودة الحج برا بعد أداء المناسك في 28 من أغسطس، فيما ينتهي الموسم بالكامل في 6 من سبتمبر المقبل. وقد قامت إدارة الحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي على الحجاج وتوعيتهم والمتابعة الصحية لهم قبل السفر إلى الأراضي المقدسة و بعد عودتهم، وتم تزويد عيادات الحجر الصحي بجميع المستلزمات الطبية اللازمة للحالات الحرجة ومرضى الضغط والقلب والسكر وانتداب عدد من الأطباء لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج. فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بداية من أول أيام عملها، وحتى الآن 131 حالة مرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم. ورغبة في تنفيذ موسم حج سياحي بدون أزمات، ستقوم لجان من وزارة السياحة بالإشراف والمتابعة لأوضاع الحجاج بعضها على الأراضي المقدسة بالسعودية ولجان أخرى بالمنافذ، هذا وتتواجد حاليا لجان معاينة سكن الحجاج بالأراضي السعودية. هذا وقد نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة في التصدي لشركات النصب باسم الحج والعمرة، وقاد ضباط مباحث السياحة حملات أمنية موسعة. وفي إطار التحركات التي تقودها مصر وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرية على مدار أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 3000 حاجة من معبر رفح البرية إلى ميناء القاهرة الجوي للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. إسراء سعد، الحياة في مصر.